السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا أستاذ هشام درويش خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا مستر هشام. اهلا بك يا محمد، وسعيد جدا باللقاء المتجدد بتاع كل اسبوع مع ابناء الطلبه، ويا رب يكونوا بيستفيدوا دايما بيه، ونراجع ونراجع ونراجع، ونبقى كل على طول ايه مع بعضنا ان شاء الرحمن، ويا رب نكون ايه يكون بفايده عليهم كلهم. والراجع والراجع والراجع، واحنا بنذاكر يا ريت بعد اذنكم بلاش قلم رصاص، نحاول الفترة ديت نتناسى القلم الرصاص خالص. قلم الرصاص بيخليك متردد دايما في كتاباتك، كل شوية بتمسح وكل شوية بتغلط، تلاقي نفسك بتمسح. بعد اذنك يا ريت كل شغلك بالقلم الجاف. طب ليه؟ هيديني ثبات انفعالي كده في الاجابة، ويظبط معايا نفسيا، ويخليني انا عارف ان انا لو غلطت هشطب، فهيخليني قبل ما هكتب هبقى عارف بالظبط انا هكتب ايه، ويديني ثبات كويس جدا انفعاليا في اجاباتي، ويخليني مركز جامد جدا قبل ما الكلمه تطلع وتتكتب من القلم دوت. النهارده لقائنا مع بعض، احنا لسه في الباب التاني، كنا اتكلمنا في الباب الاولاني عن تعريف كده مهم جدا كان اسمه علم المعادن والبلورات. اكدنا في العلم ده ان احنا ندرس الخواص الفيزيائية للمعادن والخواص الكيميائية، وهنشوف كمان صور أنظمتها البلورية المختلفة، وهنشوف بعض أشكال المعادن مع بعض وإحنا شغالين. أكدنا برضو على تعريف المعدن قبل كده، وقلنا المعدن من وجهة نظر الجيولوجي المتخصص في المعادن لابد أن يتميز بخمس خصائص هامة. قلنا مادة صلبة غير عضوية، تكون في الطبيعة، له تركيب كيميائي محدد، له شكل بلوري ثابت او محدد برضه. يعني ايه شكل بلوري المعدن؟ يعني ايه صور انظمتها البلوريه المختلفه؟ ده اللي هيكون لقائنا النهارده ومحورنا النهارده مع مستر هشام. نرجع للفظ مره تانية يا مستر هشام، بلوره وانظمه بلوريه، الكلمه دي اتكررت كتير في الجزء اللي فات، عايزين نحط ميكروسكوب عليها النهارده ونفهم المصطلحين دول. بالنسبه للبلوره، احنا بس الاول ايه هتخيل كده منظر معين اقدر اشوفه. عندي في البيت، في عندي نجفه، النجفه دي بينزل منها كريستاله، كريستالز كده معينه ليها اشكال معينه مختلفه من نجفه لنجفه لنجفه. الكريستال اللي نازله دي كلمه الانجليزي، الكلمه العربي بتاعتها اسمها بلوره، اسمها بلوره. اي صخر في الدنيا او اي معدن مفترض هو بيتكون بيكون على شكل بلوري بالمنظر ده، على شكل كريستاله، على شكل بلوره، على شكل بلوره. ازاي بتتكون البلوره دي؟ ايه الشكل بتاعها؟ ليه بتختلف البلوره دي عن البلوره دي عن البلوره دي في الشكل؟ دي هناخدها دلوقتي. ليه مثلا البلوره دي حجمها كبير، ليه حجمها صغيره؟ برضه هنعرفها. ليه اشكالهم مختلفه وانواعها المختلفه؟ هنعرفها. ازاي اتكونت؟ دي برضه مهمه جدا جدا جدا. فاول حاجه نقول بس بلوره يعني ايه؟ بلوره جسم هندسي مصمت، جسم هندسي مصمت له اوجه خارجيه. هفترض ان ده اهو جسم هندسي ايا كان شكله، جسم هندسي مصمت له اوجه خارجيه، ادي ده وجه، ده وجه، ده وجه، له اوجه خارجيه مستويه. جسم هندسي مصمت له اوجه، كلمه مصمت عشان ابنائي، مصمت يعني هي من جوه مليانه مش مفرغه، من جوه مليانه. يعني الكريستاله اللي انت ماسكها ديت في البيت مليانه من جوه كلها، جسم هندسي مش مفرغه، مش حاجه مفرغه، جسم هندسي مصمت له اوجه خارجيه مستويه. الاوجه الخارجيه المستويه دي هسميها الاوجه البلوريه. يبقى الاوجه البلوريه دي اسمها اوجه خارجيه مستويه للبلوره. البلوره نفسها جسم هندسي مصمت لها اوجه خارجيه تعرف بالاوجه البلوريه. دي نشوفها بقى في التعريف دوت. يبقى البلوره جسم هندسي مصمت له اسطح خارجيه مستويه، زي الاسطح بناكد عليها مره تاني، بناكد عليها، بنطلق عليها مره اخرى الاوجه البلوريه. يبقى ايه هي الاوجه البلوريه؟ هي الاسطح المستويه الخارجيه للبلوره اللي موجوده عندنا. طيب مستر هشام، دلوقتي حضرتك يعني وريتنا يعني تفصيل كده لشكل البلوره، طب يا ترى البلوره دي بتتكون ازاي؟ يعني برضو كيف تتكون او تتشكل البلوره؟
هناخد ايه بلوره مثلا، هاخد مثال للبلورات. عندي في معدن اسمه الهالايت، معدن اسمه الهالايت، اخدناه في لفظ تاني والمعدن ده افتكروه كويس، هنقول عليه الملح الصخري او ملح الطعام. ملح الطعام طبعا ابنائي كلهم عارفين ان هو التركيب الكيميائي ان هو خدوه في حاجات كتير قوي، كلوريد صوديوم. كلوريد الصوديوم. نشوف بقى اتكون ازاي كده مع بعضنا. هفترض ان في دي ذره الكلور، ودي يبقى دي مثلا ايه ان ايه، ودي سي ال. كويس، بيجي يحصل ايه يا استاذ محمد؟ بيجي ايه ذرات، ادي كلور ادي كلور ادي كلور ادي كلور ادي كلور. بص يا استاذ محمد، بيجي ذره كلور تتحد مع ذره صوديوم، تتحد مع ذرة صوديوم، تتحد مع صوديوم صوديوم، تتحد مع ذرة صوديوم، تتحد صوديوم صوديوم صوديوم. واخد بال حضرتك ازاي؟ بص لما اجي بقى اوصل ما بينهم، ادي كلور صوديوم كلور صوديوم كلور صوديوم، ماشيين مع بعضنا نفس الكلام، همشي كده ماشي يا استاذ محمد، اكمل الرسمه بتاعتي. وهكذا يا محمد. بص بقى حضرتك، مشكورا. طبعا عندي هنا برضو ايه صوديوم صوديوم، وهكذا هنوصل ما بينهم، نكمل التوصيل. اتكونت ذره البلوره بتاعت الهالايت دي، بلوره دي اسمها المعدن ده اسمه الهالايت. نعرف البتاع عشان ممكن اقول لك كيف تكونت بلوره الهالايت. نتيجه اتحاد ايونات الكلور مع ايونات الصوديوم في نظام تكراري. يعني نظام تكراري، كلور صوديوم كلور صوديوم كلور صوديوم، بتتكرر عمليه، كلور صوديوم كلور صوديوم. فبالاخر خالص تعالى هنمسك مثلا واحده بس، جزئيه واحده بس. بص يا استاذ محمد، دي شكلها على شكل ايه يا استاذ محمد؟ مكعب صغير. مكعب صغير، طب لا، طب معلش كبرها لي شويه. مكعب اكبر. مكعب اكبر، طب كبرها اكتر، كبرها نفس الكلام. مكعب. يبقى لازم الهالايت، لازم نظام نتيجه تكرار بالنسبه الصوديوم مع الكلور بيديني نظام تكراري ان هو هيديني على شكل مكعب. تمام. فدايما الهالايت بيبقى مميز له الشكل المكعبي. البلورات الثانيه او المعادن الثانيه هبقى ليها اشكال ثانيه، بس انا ايه واخدها دي كمثال ان دايما هتبقى على شكل ايه؟ مكعب. طيب معانا اتصال، معلش يا مستر هشام. اتفضل. وائل، اهلا وسهلا بوائل من سوهاج. ازيك يا استاذ محمد؟ منورنا في حلقتنا النهارده. نورك والله. ازيك انت استاذ هشام؟ ازيك يا محمد وائل، ربنا يكرمك يا حبيبي. في اي في اي استفسار او سؤال يا وائل؟ لو سمحت مستر معايا سؤال في الباب الاول. اتفضل. ظهرت النباتات الاوعيه في العصر الكربوني السرياسي. ظهرت النباتات الوعائيه. الوعائيه في العصر. في العصر. نقط نديلك. الكربوني السرياسي. ترياسي. طباشيري السيلوري. طباشيري سيلوري. لو سمحت سؤال عني. اتفضل. وجود تراكيب جيولوجية. وجود تراكيب جيولوجية. أو عروق. أو عروق. في مجموعة من الطبقات. في مجموعة من الطبقات. وعدم وجودها. وعدم وجودها في الطبقات الأخرى التي تعلوها. في الطبقات التي تعلو. معلش مستر استفسار لك. اتفضل. هي العصور الجيولوجية محذوفة من المنهج؟ ملا؟ طبعا العصور الجيولوجيه جزء من المنهج برضو، صفحه مهمه جدا ومن السهل جدا ان يتكرر فيها اسئله كتيره، وفي نفس الوقت هنبص نلاقي بعض اجزاء تتكرر معانا كمان في الابواب اللي جايه، زي مثلا الباب الرابع هنكرر اسماء كتيره وردت فيها. مستر هشام، السؤال الاول، ظهرت النباتات الوعائيه في العصر، هل الكربوني ترياسي طباشيري سيلور؟ زي ما علمتنا يا استاذ محمد ان احنا ايه ناخد سياسه الحذف على طول. سياسه الحذف. انا الكربوني ده فاكر ان هو في اشجار حرشفية وسرخسيات،
لاول قبل تكوين الفحم. الترياسي ده كان فيه الديناصورات وكده وما كانش فيه حاجه عن النباتات، فايه فبرضه كان فيه زواحف متنوعه، كان فيه زواحف بريه مائيه هوائيه. الطباشيري كان فيه النباتات الزهريه او النباتات الزهريه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي برضه مش موجوده. يعني هو كان سؤال جاوب نفسه، واخد بالك؟ والعصر ايه؟ السيلوري هو دي الاجابه الصحيحه. طيب وجود تراكيب جيولوجيه او عروق في مجموعه صخريه وعدم وجودها في المجموعه او في الطبقات اللي بتعلوها، يبقى ده طبعا شاهد ودليل مهم جدا يا مستر هشام على عدم التوافق. شاهد على وجود عدم ايه؟ توافق. عدم توافق ايه؟ بسبب انقطاع الترسيب، بسبب التعريه اللي هو بيؤدي الى وجود سطح عدم توافق. يبقى تاني وجود تراكيب جيولوجيه او عروق في مجموعه صخريه وعدم وجودها في مجموعه اخرى، ما النتائج المترتبه على، يبقى كده على طول ده بيدل على ظاهره عدم التوافق. التوافق، الله يفتح عليك. نرجع بقى كده مستر هشام لموضوعنا. طبعا حضرتك كلمتنا دلوقتي عن معدن الهالايت وازاي اترتبت بقى ذرات وايونات الصوديوم والكلور في ترتيب بشكل هندسي كده متكرر، عملت بلوره في النهايه كان شكلها شكل مميز جدا هو الشكل المكعبي، عشان كده بناكد بقى احد امثله النظام البلوري المكعبي هو معدن الهالايت. طيب ايه موضوع بقى الانظمه البلوريه الاخرى مثل شيء؟ يعني حضرتك بتقول كل شويه ممكن البلورات تاخد اشكال مختلفه، احنا اخذنا المكعبي ده احد هذه الانظمه. عايزين نتكلم الاول ايه اجزاء البلوره وعناصرها، وفي نفس الوقت عايزين نخش منها على الانظمه البلوريه المختلفه الاخرى اللي ممكن نشوفها في بعض المعادن في الطبيعه. الله يفتح عليك. انا دلوقتي عشان زي ما حضرتك بتقول لي كده، دلوقتي انا بقول لك في اشكال البلورات، في انظمه البلورات، في انواع البلورات، فلازم اعرف ايه العناصر اللي على اساسها هحكم البلوره دي شكلها ايه وشكلها ايه. في حاجتين مهمين قوي 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 الاول هتكلم عنهم. في بعض الالفاظ او كده، في حاجه اسمها المحاور البلوريه. المحاور البلوريه، المحاور البلوريه دي، المحاور البلوريه برمز لها برموز ولادي عاوزهم يحطوها في دماغهم دايما. المحاور، انا عاوز بس الرموز دي ناخدها في دماغنا. برمز لكلمه محور، او بعد اذنك يا استاذ محمد، بس كلمه محور الاول يعني ايه محور؟ عشان اتخيله. بس انا مثلا عندي بلوره اهي، لو انا تخيلت ان انا البتاع دوت مثلا، المحور ده، ده اسمه محور، ده اسمه ايه؟ محور. المحور دوت اللي هو بيعدي من نص الوجه لنص الوجه الثاني، ده بسميه محور. المحور ده هسميه محور، وهقول لك انواعه دلوقتي. محور بلوري، محور بلوري بيعدي من نص للنص، ليه مسافه معينه وليه مقياس معين هنتكلم عليه. برضه نفس الكلام، في كان محور اهو، في برضه نفس الكلام محور اهو، المنظر دوت. دي هنتكلم على اساسها. المحاور دي هدي لها الالفاظ يا محمد، هدي لها مسميات، انا هدي لها مسميات دلوقتي لينا. كلمه محاور بلوريه برمز لها بالرمز A و B و C. A و B و C. A و B و C. لو هي مش متساويه، لو هي مختلفه. اما اذا كانت المحاور دي متساويه في الطول فهرمز لها بالرمز A 1 و A 2 و A 3. يبقى هنرمز لها بالرمز A 1 2 A 3. ده في حاله التساوي، زي ما شفنا دلوقتي حالا كانت البلوره اللي زي دي مثلا، ايه المحور ده قد المحور ده قد المحور دوت، هنشوفها دلوقتي وهنطبق عليها. فديت هنسميها A 1 و A 2 و A 3. A 1 و A 2 و A 3 ماشي. اما لما تكون مختلفه زي مثلا حاجه زي كده، مثلا حاجه زي كده، ده غير طول ده غير طول ده، فبالتالي هنسميها في الحاله دي A و B و C. A و B و C ده لفظ يا استاذ محمد بنستخدمه. الحروف الثانيه برضه عشان نبقى واخدين بالها. طب معانا اتصال مستر هشام، معلش. اتفضل. اهلا وسهلا بيك يا محمد من الشرقيه. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي استفسارك يا محمد، اتفضل. عنصر غازي. عنصر غازي، اتفضل. وعنصر فن. وايه كمان؟ نسبة انقطاع اكثر قليل. وعنصر ايه تاني معلش؟ وعنصر صلب. صلب 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 نسبة انقطاع، نسبة وجودهما اكثر قليلا. اكثر قليلا من كام بقى؟ من 2.8 من 10%.
من 2.8%. تمام. بيدخلان. ايوه. في العديد من الصناعات الكيميائية. تمام، يدخلان في العديد من الصناعات الكيميائية. تمام. الأكسجين والبوتاسيوم. اديني بقى اختيارات. الأكسجين والبوتاسيوم. أيوه اتفضل. النيتروجين والكالسيوم. النيتروجين والكالسيوم. أيوه. الكلور والسيليكون. الكلور والصوديوم. السيليكون. الكلور والسيليكون. الاختيار الثالث الكلور والسيليكون. ايوه. الاختيار الرابع الكلور والصوديوم. الكلور والصوديوم. وعندي سؤال ثاني. اتفضل. المعدن المقاوم للرخام. المعدن الايه؟ مكون للرخام. المكون للرخام. ينتمي ينتمي الى مجموعة معادن السيليكات. الى مجموعة ايه؟ معادن السيليكات. تمام، مجموعة نقط بقى. والكربونات. يعني مديني اختيارات كده. سيليكات. سيليكات. كربونات. اتفضل. اكاسيد. كبريتات. وعندي سؤال. ايوه محمد معاك. وجود مجموعة. وجود ايه؟ وجود مجموعة صخرية. مجموعة صخرية بها فالق معكوس. صخرية بها فالق والفالق دوت معكوس. وفوقها مجموعة افقية. وفوقها مجموعة افقية. مجموعة افقية. لا شكرا. طيب ده ماذا يحدث في السؤال الأخير مش كده؟ ماذا يحدث؟ تمام. لا بيقول أنا إيه تاني؟ شكرا. ما نتائج السؤال الأخير؟ نعم. السؤال الأخير كان ماذا يحدث؟ أو ما علامة يدل. علامة يدل. تمام. شكرا. اتفضل. نرجع مستر هشام تاني برضه بسياسة الحذف. احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي شوية. هو مديني بيقول لي عنصر غازي وعنصر صلب نسبة وجودهم أكتر من 2.8%. يدخلان في العديد من الصناعات الكيماويه. السؤال دوت سؤال جميل على فكره، رابط جزء من الباب الاولاني يا مستر هشام بجزء من المعادن اللي احنا فيها دلوقتي. الله يكرمك. طبعا وكان المفروض يتحدد ايه نسبه وجودهم 2.8% في صخور قشره ارضيه. هو يعني اكثر سن شعرها صغيره. ده دليل ان ايه يعني حاجات صغيره قوي. واحد ايه واحد يكاد يكون مهمل والتاني لا. الله يكرمك. فطبعا ايه الاكسجين طبعا نسبته 46 يبقى 6.6 ما ينفعش خالص. النيتروجين نسبته يعني هو والكالسيوم طبعا اكتر بكتير قوي فمش هينفع، او نسبه نخليها كده. الكلور والسيليكون، السيليكون لوحده 27.7 فكبيره قوي جدا جدا جدا. الكلور والصوديوم والنيتروجين. الكلور والصوديوم ده غازي والصوديوم غازي، هم دول الايه اللي بيدخلوا في كتير من الصناعات الكيميائيه. يبقى دوت الاجابه ايه الصح. يبقى الاجابه هنا الكلور والصوديوم. المعدن المكون للرخام الاول وينتمي الى مجموعه معادن نقط. المعدن المكون للرخام طبعا احنا اخذناه يعني طبعا حجر جيري. الحجر الجيري والرخام معدن واحد اللي هو الكالسايت. فالكالسايت بقى اجي افكر تفكير تاني. الكالسايت بينتمي كربونات كالسيوم. كربونات كالسيوم يبقى هو بينتمي لمجموعه الايه الكربونات. يبقى الاجابه هنا مجموعه الكربونات. سؤالنا الأخير بقى علامة يدل. علامة يدل. مجموعة صخرية وقال كده فيها فالق معكوس. فوقها مجموعة أفقية. طبعا هشام برضو السؤال ده على فكرة مفتوح. مفتوح الله يكرمكم. طبعا ايه فالق معكوس ما حددتليش ان الطبقات اللي تحت هل هي أفقية موازية اللي فوق ولا مايلة ولا وضعها ايه. الله يكرمك. فانا انا عامة اذا كانت طبعا السؤال ده ما يتحطش بالصيغه دي لازم اعرف الطبقات بتاعه كلها متوازيه ولا لا. الفالق. فلو كانت كلها متوازيه يبقى في الحاله دي هتكون ابتدى هيتكون ما بينهم عدم توافق انقطاعي على طول. انقطاعي. لو كان في ميل طبعا، بس طبعا ما نوهليش. هي لو جت على رسمه تبقى احلى. لو كانت على رسمه كانت تبقى جميله قوي. اقدر اقول ايه ان ده عدم توافق انقطاعي ولا زاويه.
يبقى كده الإجابة مرة تانية يا مستر هشام، في الحالة دي إذا كانت الطبقات اللي هي بيمر فيها الفالق بتوازي الطبقات اللي بتعلوها يبقى سطح عدم توافق انقطاعي على طول، لكن إذا كان بيوجد ميل في الطبقات اللي بيوجد فيها الفالق يبقى كده هتعمل زاوية مع الطبقات اللي بتعلوها، يبقى كده تكون بينهما سطح عدم توافق زاوي. نرجع كده مستر هشام مرة أخرى، يبقى احنا كده حددنا أطوال المحاور البلورية لو مختلفة، قلنا محور A و B و C، لو هذه المحاور كانت متساوية هنقول A1 A2 A3. عايزين نخش بقى على الزوايا مستر هشام بين المحاور. الزوايا بين المحاور، بص يا استاذ محمد دي برمز لها بألفاظ ألفا و بيتا وجاما، الفا وبيتا وجاما دي الالفاظ بتاعتي. يعني هتخيل انا المحور ده اهو، المحور ده اهو، والمحور دوت اهو، فانا عامل بينهم عاملين الاثنين ايه، انا خليهم هنا احسن، عاملين هنا زاويه قايمه، زاويه ايه يعني، المحور ده ماشي كده والمحور دوت ماشي كده، المحور دوت ماشي كده، فعاملين ما بينهم بين بعضها زاويه ايه، قايمه. فدي هنسميها الفا او بيتا او جاما، مش مشكله عندي ان انا احدد مين فيهم الايه الزاويه. يعني دوت اهو المحور ده عامل زاويه مع ده، الزاويه ديت ايا كان هتطلع مثلا 90، هتطلع حاده منفرجه مش مشكلتي، المهم ان هو دلوقتي ايه، ان ما بين المحور ده والمحور ده عامل زاويه، الزاويه دي الالفاظ بتاعتها اللي بنستخدمها بنقول ايه، الفا وبيتا وجاما، الفا وبيتا وايه وجاما. يبقى كده في عندنا محاور وفي زوايا مستر هشام، ومعانا برضو اتصال ناهد من اسيوط. اهلا وسهلا بيكي معانا النهارده يا ناهد. ازيك يا استاذ محمد، منوره في حلقتنا النهارده. ازيك يا مستر هشام، ازيك يا ناهد، ربنا يكرمك ومرحب باهل اسيوط كلهم. سؤالك بقى يا ناهد. سؤالي في الباب الاول، اتفضلي. اول واحد، بفرض ان اعلى ارتفاع للجبل، فرض ان اعلى ارتفاع للجبل، اتفضلي، سين للجبل سين هو 8250 متر. 8250 متر، اتفضلي، من سطح البحر. تمام. احسب قيمة الضغط الجوي عند النقطة صاد. احسب قيمة الضغط، احنا قلبنا كده الرياضة، عند النقطة صاد، اتفضلي، والتي تقع على ارتفاع يوازي، والتي تقع على ارتفاع يوازي ثلثي اقصى ارتفاع الجبل فيه، 2/3 اقصى ارتفاع للجبل سي. تمام. السؤال الثاني، اتفضلي يا ناهد. وجود طبقة تحتوي على حفريات، وجود طبقة، الطبقة دي تحتوي على حفريات، تفضلي، النيمو لايت تعلو طبقة، النيمو لايت، تفضلي، تعلو طبقة تحتوي على حفريات الأمونيتات، على حفريات الأمونيتات، يدل على حدوث، يدل على حدوث تركيب أولية. يديني اختيارات بقى كده. اول اختيار تركيب اولية. تركيب اولية، تفضلي. طية مقعرة. طية كمان مقعرة. عدم توافق انقطاعي. عدم توافق انقطاعي. عدم توافق متباين. عدم توافق متباين. لا شكرا. في اي استفسار تاني يا ناهد؟ لا شكرا. طب تابعينا بقى عشان تسمعي حلقة اجابتك معنا. السؤال الأولاني يا مستر هشام، بفرض أن أعلى ارتفاع للجبل سين هو 8250. طبعا النقطة دي تمويهية بحتة من سطح البحر، يقول لي احسب قيمة الضغط عند النقطة صاد التي تقع على ارتفاع يوازي 2/3 أقصى ارتفاع للجبل سين، وأنا مغمض 2/3 أقصى ارتفاع للجبل سين، هتطلع كده 5.5 كيلومتر على طول. الله يفتح عليك. 5.5 كيلومتر. بص يا جماعه، طبعا يعني النوعيه دي من الاسئله يعني ممكن نقول عليها مستويات عليا قوي، اخدها للتدريب، اخدها البتاع، بس ايه بتبقى بعيده شويه. انا ايه
كده يبقى لازم معاك، يبقى معاك آلة حاسبة، معاك مش عارف ايه، تقعد تضرب وبتاع، وانت علم ايه؟ علوم مش ايه، مش مطالب. ادي لو فرضنا زي ما الاستاذ محمد فعلا فعلا ادي النقطة س دي 8250، كويس، ده س. ص ديت عندي ارتفاع معين اللي هو تلتين، المفروض الصح الصح بضرب 8250 في 2 على 3 هتطلع 5500 متر، يعني اللي هي 5.5 كيلو، واخد بالك ازاي؟ فيبقى الضغط عليها كام؟ نص ضغط جوي. يبقى الضغط اللي عليها نص ضغط جوي. طيب السؤال الثاني بقى، اجمل يا مستر هشام، اختار متعدد وجود طبقه تحتوي على حفريات النيمولايت. هذه الطبقه هي بتعلو، يعني في حاجه تحتيها، الطبقه اللي تحتيها على طول تحتوي على حفريات الامونايتات، ده بيدل على حدوث. ومديني اختيارات جميله جدا، بس هو لما بفكر في حاجه زي كده مستر هشام، انا عندي الامونايتات عصر ترياسي، النيمولايت حقبه حياه حديثه، في فرق كبير جدا ما بينهم. الله يرتاح. النيمولايت حديثه، حضرتك بتقول لي حديث، في بقى بعدها التباشير مش موجود والجراثيم موجود، وبين الطبقه اللي تحتها على طول اللي هي فيها ايه؟ الامونيتات. فيبقى بالتالي ايه؟ يبقى بالتالي يبقى هنا في انقطاع للترسيب، او التباشير والجراثيم مش موجودين، يبقى في انقطاع للترسيب، يبقى سطح عدم توافق انقطاعي، سطح عدم توافق طبعا انقطاع. برضو هنا في حته تمويهه مصر عشان مدي لي متباين، طبعا ما ينفعش سطح عدم توافق متباين، لان لازم يكون ايه؟ مش هيكون في ليه بقى؟ ليه بقى؟ سؤال جميل قوي سالتوني كتر خيرك. المتباين يبقى ايه؟ يبقى ما بين صخور رسوبيه وصخور ايه؟ ناريه او ناري متحول، او متحول. الناريه ما فيهاش خالص خالص حفريات، والحفريات اللي في المتحول هتبقى مشوهه او احيانا. فبالتالي ايه؟ برافو عليك، ده سؤال حته حلو قوي، ان دوت ايه مش ممكن يكون متباين، يبقى هو الانقطاع بس. طبعا تركيب اوليه ما بتعملش، ولا الطيه مش في كل الحالات. ربنا يكرمك، ده ربنا يكرمك يا نهد. يبقى يا استاذ محمد خلاص كده خلصنا مستر هشام الرموز بتاعتنا. أيوة. عايزين بس ناكد على لفظين، محور التماثل الراسي للبلوره، وفي نفس الوقت مستوى التماثل البلوري. محور التماثل الراسي للبلوره ومستوى التماثل البلوري. مستوى التماثل. بص يا استاذ محمد، محور الراس للتماثل البلوري، يعني مثلا لو فرضنا ادي اهو، هنخليه كده ايه، بس انا عاوز يبقى لو سمحت قدامي كده، ده محور تماثل الراس اللي هو ايه؟ لما اجي الف البلوره بتتكرر اوجه، فده بسميه محور تماثل راسي للبلوره. بص، في اوجه بتتكرر يا استاذ محمد، الوجه ده بيتكرر، او الحروف دي، الحرف ده بيتكرر، بص ادي الحرف تاني اتكرر، او زوايا، شوف الزاويه دي يا استاذ محمد، هي الزاويه دي اتكررت تاني. فالمحور التماثل الراسي اللي هو ايه؟ بتتكرر حوله، واخد بالك ازاي؟ اوجه او احرف او زوايا عند ايه؟ الدوره اللي حواليه، بلف حواليه، بلوره حواليه. طب شوف كده مستر هشام مع بعض كده تاني، يبقى ده خط يمر بمركز البلوره، خط يمر بمركز البلوره، الخط دوت ماله؟ قلنا لما بنلف البلوره حواليه بيتكرر ظهور مين بقى؟ شوف كده مع بعض، ممكن يكرر ظهور اوجه، ممكن يكرر ظهور حروف، ممكن يكرر ظروف زوايا، ولحظه التكرار هنا هيبقى مرتين او اكثر. الله يفتح عليك. ممكن مرتين، ممكن ثلاثه، ممكن اربعه، ممكن سته، ممكن دي حد اقصى. نرجع كده مع بعض يا مستر هشام، برضو مستوى التماثل البلوري. ده مستوى التماثل البلوري دوت اللي هو ايه؟ مستوى بيقسم، تخيل البلوره دي يا استاذ محمد، البلوره دي، هل لو انا ايه ممكن نرسمها ايه بطريقه جميله؟ الوجه ده، البلوره دي كانت ترسمها انا ايه؟ على شكل مربع كده. تخيل انا راسم سطح واحد بس من البلوره اللي كنت ماسكها. لو تخيلت ان انا قطع كده، هل الخط الاحمر اللي انا راسمه ده بيقسم البلوره نصين بالظبط؟ تمام. يبقى ده مستوى التماثل البلوري. طب هعمل معاك بعد اذنك. ده برضه بيقسمها نصين بالظبط. بص مثلا بيقسمها نصين بالظبط، وهكذا. يبقى الخط او المستوى الذي يقسم البلوره نصفين متشابهين تماما، يبقى ده مستوى ايه؟ تماثل ايه؟ بلوري. فلو ايه حضرتك عندك شوفها برضو كده مع بعض مستر هشام، يمكن يبقى مستوى التماثل البلوري مره اخرى ابنائنا بناتنا الاعزاء، هو مستوى بيقسم البلوره الى نصفين
متشابهين تماما، يمكن عامل لكم كده كذا شكل لمستويات التماس البلورية، في بعضها بيبقى عمودي، في بعضها ممكن يبقى مائل، ليه؟ بعضها ممكن يبقى أفقي، دي كلها أشكال مستويات التماثل البلورية. نبتدي يعني نتكلم بقى مستر هشام على بعض الأنظمة البلورية، ونخش برضو كده على بعض هذه الأنظمة، نشوف كده فيديو مع بعض الأول يا مستر هشام وبعد كده نتكلم. طبعا احنا قدامنا دلوقتي بلورة ديت المفروض على شكل مكعبي بس فيها استطالة شوية. النظام البلور المكعبي يا مستر هشام باين جدا هنا المحاور بتاعته، المحاور ثانية واحدة المختلفة اللي بقى. عندنا هنا. يبقى انا هاخد بالي ايه، ان مثلا اللون الازرق ده محور، نفترض ان هو ايه سي، بس انا دلوقتي هنسميه دلوقتي اسم، والاحمر ده محور والاخضر ده محور، يبقى كل دول هي الاسماء اللي بنقول عليها. طبعا عشان دي بلوره متساويه الابعاد اللي هو بنقول نظام البلوري المكعب، فهنا هسمي المحور الاحمر والازرق والاخضر دولت هسميهم A1 و A2 و A3 او A1 و A2 و A3. طبعا عشان المحاور ديت هنا ايه متساويه، عشان كده سميناها A1 بتساوي A2 بتساوي A3. وفي نفس الوقت يا مستر هشام واضح جدا ان هنا الزوايا برضو متعامده، بمعنى لما نشوفها دلوقتي نبص نلاقي المحاور ديت عامله ازاي، زاويه قايمه مع بعض، كلها عامله زاويه قايمه مع بعض. الله يفتح عليك. فجميع الزوايا هنا في هذه المحاور بتبقى متعامده زي ما احنا شايفين كده. مستر هشام تاني عايزين ناكد بقى عن نظام البلور المكعبي. النظام البلور المكعبي ادي هخليها بس كده، لو انا ماسكها كده نظام البلور المكعبي اهي، بلوره مكعبه بالمنظر ده. هلاقي بص يا استاذ محمد، المحور ده بالظبط قد المسافه دي، قد المسافة دي، يبقى دي هسميها ايه؟ A1 A2 A3 التلاتة متساويين، فهقول هنا A1 تساوي A2 A3. طيب المحور ده مشيته كده، ومشيت اللي هو الايه؟ التاني مشيته كده، الاتنين دول عاملين زاوية ايه يا استاذ محمد؟ قايمة مع بعض، عاملين زاوية قايمة مع بعضهم، ولو عملتها برضو بالناحية دي هتلاقيها برضو نفس الكلام، هتلاقيهم عاملين زاوية قايمة مع بعضهم. هنا في الحالة دي هقول ايه؟ ألفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90 درجة، أو بقول الثلاث محاور متعامدة. يبقى إيه هو النظام المكعبي بقى حضرتك تقوله لي بقى بعد إذنك؟ يبقى النظام البلور المكعبي مرة تاني، مرة أخرى أبنائنا بناتنا الأعزاء، بنأكد بقى ده البلورة بتاعته بتاخد شكل مكعب، بنأكد مرة أخرى البلورة بيبقى فيها ثلاث محاور بلورية متساوية في الطول، وفي نفس الوقت الزوايا بتاعتها متعامدة، بيتميز بأكبر قدر من التماس. ولو جات لي دي أعلل أقول له مرة تاني، لأن أطوال المحاور البلورية الثلاثة فيها متساوية في الطول متعامدة في الزوايا. ما بننساش الرموز بتاعته، ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما، وفي نفس الوقت المحاور بتاعته متساوية، A1 بتساوي A2 بتساوي A3. طب الله يكرمك يا استاذ محمد، يعني بص ابننا فهموها ببساطة قوي، ثلاث محاور بلورية متساوية، بنت ساعتها ممكن تعبر عنها برموز، برموز أو لو الممتحن عبر لك عليها برموز يقول لك إيه؟ بلوره تحتوي على ثلاث A1 تساوي A2 تساوي A3. يبقى الجمله الاولانيه اللي حضرتك كاتبها لي اللي هي سلاسل محاور بلوريه متساويه في الطول. طب نترجم الجمله الثانيه، متعامده الزوايا، يبقى هنا الفا اترجمها برضو بحروف او بالرموز اللي احنا اتفقنا عليها، الفا بتساوي بيتا تساوي جاما متعامده، يبقى تساوي 90 درجه، يبقى 3، يبقى الفا تساوي بيتا تساوي جاما. دي نترجمها ممكن بالحروف ديت، وممكن زي ما حضرتك كاتبها من تحت الرسم. نرجع كده مع بعض نظام اخر يا مستر هشام. ايوه النظام البلوري بقى مين؟ الرباعي، عايزين ناكد برضو كده عليه مع بعض بسرعه. النظام البلوري الرباعي هنا برضو لما نبص كده مع بعض هنشوف، هنلاقي ايه بقى برضو النظام البلوري هنا الاوجه بتاعته كلها يعني في محورين متماثلين تماما، محورين متماثلين تماما، وفي محور رابع عمودي عليهم. نأكد عليها برضو مرة تاني هنا، يبقى في النظام البلوري مرة تاني الرباعي في محورين متساويين تماما، اللي هم المحور A1 بيساوي A2، المحورين الأفقيين متساويين تماما، بينما المحور الثالث بيختلف عنهم في الطول عمودي عليهم، والزوايا هنا بنلاحظ برضو ان هي كلها زوايا متعامدة. ممكن نشوفها في الرسمة دي، جميل قوي. نشوفها كده مع بعض مع مستر هشام. ادي البلورية، بص يا استاذ محمد المحور ده بالظبط ادي المحور ده، فالمسافة من هنا لهنا بتساوي بالظبط، يبقى ممكن اقول ايه A1 تساوي A2.
بص بقى تعالى المحور ده زي المحور ده لا مختلف خالص. فهنا نقول ايه الرأسي ده بيبقى ايه؟ بيبقى مختلف عنهم في الطول. يبقى نقول A1 تساوي A2 لا تساوي C، لا تساوي C، دي حاجة. طب بص الزوايا يا أستاذ محمد، الزاوية دي عاملة زاوية قائمة، الزاوية دي عاملة زاوية قائمة، يبقى هنا ايه؟ ألفا تساوي بيتا تساوي ايه؟ جاما. يبقى هنا التشابه عندي، التشابه بين البلورة ديت والبلورة اللي قبلها، إن التلات الألفا تساوي بيتا تساوي جاما في كلا في كلاهما. الفا تساوي بيتا تساوي 90 درجة، تساوي 90 درجة. إنما محورين مستويين والتالت ايه؟ يختلف. يختلف عنهم في الطول. النظام اللي بعد كده اسمه المعين القائم. في النظام المعين القائم بنلاحظ حاجة برضو كده فيها اختلاف شوية. احنا لحد دلوقتي قلنا في المكعبي في ثلاث محاور متساوية ومحور الثلاث محاور كلها متساوية وفي نفس الوقت متعامدة. في الرباعي اخدنا محورين متساويين A1 بتساوي A2 والمحور الثالث المحور C اختلف عنهم في الطول، لكن الزوايا برضو ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي 90 درجة. في النظام المعين القائم يا مستر هشام عايزين نغش برضو من كلمه قائم، يبقى برضو الزوايا هنا كلها ايه؟ قائمه. قائمه لسه لازالت قائمه. ايه وضع المحاور البلوريه في النظام المعين القائم؟ بص حضرتك يا محمد، ادي هنا بس بالنسبه للمحور ده، هل يساوي المحور ده؟ في اختلاف في طولهم واضحه جدا جدا جدا. يبقى كده ايه لا تساوي بيه لحد دلوقتي؟ هنا المحور ده يساوي المحور ده؟ لا برضو. يبقى كده ما تساويش خالص خالص خالص. فهنا عندي بص، يبقى عندي A لا تساوي بي لا تساوي سي. ايه لا تساوي بي لا تساوي سي؟ اهو ايه وبي مثلا، وادي برضو المحور الثالث اهو بالنسبه لهم لا غير متساويين خالص. كويس. طب الزوايا زي ما حضرتك قلت لي مشكورا بتقول المعين القائم، دي مع دي عمودي عليه، طيب ده مع ده عمودي عليه، يبقى هنا عندي الفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90 ايه درجه؟ 90 درجه. ربنا يكرمك. يبقى كده يا مستر هشام خدنا لحد دلوقتي ثلاث انظمه. الله يكرمك. وجه التشابه ما بينهم ان الثلاث انظمه كان فيهم ثلاث محاور وفيهم ثلاث زوايا. وجه التشابه في الثلاث انظمه ان الثلاث انظمه اللي خدناهم سواء كان مكعبي او رباعي او معيني قائم ان فيهم الزوايا كلها متساويه بتساوي 90 درجه، الفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي 90 درجه. طيب كل نظام بيختلف عن الآخر. شفنا في المكعبي أطوال الثلاث محاور متساوية، في الرباعي عندي A1 تساوي A2 محورين فقط متساويين اختلفوا عن الثالث. طيب في المعين القائم لا معلش بقى الثلاث محاور كلهم اختلفوا. يبقى ابتديت بالمكعبي ثلاث محاور متساوية، في الرباعي محورين بس متساويين واختلفوا عن الثالث، في المعين القائم الثلاث محاور مختلفة. هنخش بقى على نظام آخر يا مستر هشام، النظام احادي الميل. احب اغش من اسمه على فكره على طول، بيقول لي احادي الميل يبقى فيه زاويه واحده مايله، زاويه واحده مايله مستر هشام. عايزين ناكد برضو على هذا النظام. طيب احادي الميل، اولا نجي نشوف بس الايه الاطوال المحاور. المحور ده طول المحور ده؟ المحور ده طول المحور ده؟ لا ماشي يا استاذ محمد. تمام. المحور ده طول المحور ده؟ لا ابدا مفيش تساوي خالص. دي حاجه. تعالى بقى بص، لما ارسم المحور ده كده والمحور ده هليهم عموديين على بعضهم. تمام. هبص في الوضع هنا، هنا المحور ده غير عمودي على المحور ده، الزاويه دي ديت لا تساوي ابدا الزاويه دي. فعندي هنا غير مش متساويين. لو وقفنا يعني نحس ان البلوره فيها ميله شويه يا مستر هشام. فيها زاويه ميل فعلا، فيها ميل بسيط قوي قوي، واخد بالك ازاي؟ بس الزاويه مش متساويه خالص. واخد بالك ازاي؟ ففي الحاله دي ايه؟ وقفه البلوره بتبقى واضحه جدا ان هي فعلا فيها زاويه ميل. طبعا شوية. ايه لو يعني واقفه كده كده يا جماعه، يعني هو هنا منظر من فوق، لو كانت عموديه ما كانش فيه الجزء دوت او الظل بتاعها كده واقف، يعني شايفين كده شكل العمودي نازل عدل على طول، لكن دي فعلا مايله شويه. دي مش شايف فيها حاجه، انما دي شايف ايه؟ برضه واضحه جدا في المنظر المواجه يا مستر هشام هنا. طبعا دي بص عموديه، دي بص دي فيها ميل شويه. تمام. فيها ميل شويه، عادي الميل. كويس. فديت ايه بالنسبه لاحادي الميل. يبقى نقولها بالالفاظ يا محمد، نقولها ايه بقى بالحروف بتاعتنا في الاحادي الميل؟ في ثلاث محاور مختلفه، يبقى ايه لا تساوي بي لا تساوي سي. الله يفتح عليك. وفي نفس الوقت في زاويتين متساويتين، الفا بتساوي جاما لا تساوي بيتا، الفا تساوي جاما لا تساوي بيتا، لا تساوي بيتا. الله يفتح. يبقى كده برضو بناكد على ملحوظه تاني، نظام احادي الميل وجد العلماء ان معظم المعادن الموجوده في الطبيعه تنتمي الى هذا النظام البلوري.
معظم المعادن تنتمي للنظام احادي الميل. زي ما قلنا من شويه، في ملحوظه في النظام المكعبي بينتمي اليه معدن الهالايت، واكدنا تاني ان البلوره في المكعبي كانت اكثر تماثلا. عندنا في احادي الميل في برضو ملحوظه تانيه انه اكثر تواجدا في المعادن، او معظم المعادن تنتمي الى هذا النظام. الله يفتح عليك. النظام البلوري اللي بعد كده مستر هشام، النظام ثلاثي الميل. ثلاثي الميل طبعا برضو بحب اغش من اسمه، ثلاثي الميل ميل اكيد لا يعني هو ميل بالثلاثه، يعني الثلاث زوايا ايه اختلفوا خالص، يبقى كده الثلاث زوايا مختلفين. دي كده اول حاجه عرفتها. ايوه. في نفس الوقت ايه يا مستر هشام كمان؟ المحور بتاعته غير متساوي. ادي ده المحور ده غير المتساوي المحور ده، كويس؟ المحور ده غير المحور ده. تعال شوف الزوايا يا استاذ محمد، هل ده عمودي على ده؟ لا، الزوايا برضو مختلفة. هوريها لك عمودية دلوقتي وهي واقفة على بعضها. دي شايفين في ميل يا جماعة، بص بقى كده ميل واضح. أنت شايف طالما شايف وجهين اللي في الأول، يعني لما كنا خدنا دي بصينا عليها، أنا مش شايف أي حاجة يا جماعة، شايف بس السطح الفوقاني بس. هنا شايف أسطح كذا سطح، يعني بالنسبة يعني برضو عشان إيه نحس بيها. بص دي أنا هنا بالنسبة لدي مش شايف أي حاجة تحتها. نمادية الزاوية رأسية، الزاوية قايمة، لكن قايمة. هنا في ميل في فواضحة جدا جدا. لو جبنا التالتة جنبها، بص اللي هي أحادي الميل. أحادي الميل، بص أحادي الميل، أنا شايف واحد وجه، يعني هنا شايف هنا وجه واحد بس، دي اللي هو الميل الواحد. هنا شايف ثلاث أوجه، واحد اثنين ثلاثة. هنا مش شايف حاجة خالص، هنا مش شايف أي حاجة خالص. فديت الثلاثي الميل هتبقى في الحالة ديت الثلاثي الميل يا أستاذ محمد، نقول عليها إيه؟ A لا تساوي B لا تساوي C. A لا تساوي B لا تساوي C، ده أولا. نشوف الزوايا، ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما، ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي إيه جاما. يبقى عندنا كده كام نوع أخدناه لغاية دلوقتي؟ لحد دلوقتي خدنا خمس أنظمة، برضه في وجه تشابه ما بين الخمس أنظمة اللي أخدناهم، المكعبي، الرباعي، المعين القائم، وحادي الميل، ثلاثي الميل، كلهم فيهم ثلاث محاور بلورية، فيهم ثلاث زوايا بينهم. أكدنا ثلاثي الميل عكس المكعبي خالص، بمعنى شفنا في المكعبي كان في ايه، مرة تاني كده بسرعة، في المكعبي أكدنا كان في كل المحاور متساوية والزوايا كلها متعامدة، بينما في ثلاثي الميل كل الزوايا مختلفة وفي نفس الوقت المحاور أيضا مختلفة. كده بنأكد برضه على حاجة تانية مستر هشام، خدنا ثلاث أنظمة بلورية فيها تلات محاور مختلفة في الطول، اللي هي معياني قائم، وحادي الميل، ثلاثي الميل. انا عاوز بقى ايه هسأل حضرتك بقى وانت تجاوبني، لو قلت لك ايه وجه الشبه والاختلاف ما بين الرباعي والمعين القائم؟ طبعا الرباعي والمعين القائم الاتنين فيهم تلات محاور، الاتنين التلات زوايا بينهما بتبقى متساوية او متعامدة. ده التشابه بتاعهم، ده التشابه ايه بتاعهم. بالنسبه بقى ايه لو قلنا المعين القائم وجه مثلا، وجه الاختلاف بقى، وجه الاختلاف طبعا ايه، الرباعي طبعا بيبقى فيه محورين متساويين، ايه بتساوي A1 بتساوي A2 لا تساوي C، في نفس الوقت في المعين القائم ثلاث محاور مختلفة الطول. برضه لو قلت لك ايه وجه الشبه والاختلاف مثلا ما بين المعين القائم وما بين ثلاثي الميل، وجه التشابه في المعين القائم، اول حاجه ان فيهم ثلاث محاور مختلفة في الطول. الله يفتح عليك. وفي نفس الوقت لو جينا شفنا وجه الاختلاف بقى، هيبقى هنا الزوايا في المعين القائم بتبقى كلها متعامدة بتساوي 90 درجة، بينما في ثلاثي الميل الزوايا كلها مختلفة. فالسؤال ده بيبقى حلو جدا، بيبقى فيه غني جدا. وفي نفس الوقت بربط مستر هشام كده ما بين كل جزئية والتانية. طبعا برضو بنأكد كده على الزوايا المتعامدة اللي هي كانت متساوية مستر هشام، اللي هي مرة تاني كانت المكعبي والرباعي والمعين القائم، تلات أنظمة بلورية فيهم تلات زوايا كلهم كانوا متساوية، ده وجه التشابه ما بينهم. الله يفتح عليك، ربنا يكرمنا. طبعا لقائنا عدى بسرعة مستر هشام، ومش هتصدق بقول لك وقتنا خلص والله بسرعة. إن شاء الله هنكمل باقي الأنظمة البلورية في لقائنا القادم إن شاء الله. بنشكر حضرتك كتير جدا، وبنشكر كل فريق الإعداد، بنشكركم أبنائنا بناتنا الأعزاء، وإن شاء الله هنستكمل لقائنا مع الأنظمة البلورية والخواص الفيزيائية للمعادن في الأسبوع القادم. نراكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.